بسم الله الرحمن الرحيم. لا كلام قبل السلام. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الجمهور الكريم، كما قد وجدنا من التقرير الذي أخرجته منظمة حماية الغابة في ماليزيا أن مصدر المياه في الأرض من الأمطار وكذلك من الثلوج الذائبة. أيها الجمهور، فهذه المياه تصرف في ثلاثة عناصر. أولاً، إما أن تتبخر وإما أن يسيل إلى الأنهار والمياه الجوفية، وكذلك إما حدث الامتصاص أو بإذن رئيس برلمان absorption من الأشجار والنباتات. أيها الجمهور الكريم، فأفيدكم علماً أن لقضية التبخر وكذلك لقضية السيل إلى الأنهار لا يستطيع أن يتدخل فيهما البشر، وهما أمران طبيعيان أيها الجمهور الكريم. ولذلك حينما نتحدث عن الامتصاص أيها الجمهور الكريم، وهو العنصر الثالث، هو العنصر الوحيد الذي يستطيع البشر أن يتحكم عليه أيها الجمهور. ولذلك نأتي إلى هذه الجلسة البرلمانية مقترحة بمشروع جديد ومهم جدا، ألا وهو قطع الأشجار بطرق غير شرعية في ماليزيا، سبب رئيس لحدوث الفيضانات أيها الجمهور الكريم. فبداية، نحن ما زلنا متمسكين بموقفنا، ألا وهو نظرا إلى سببين. السبب الأول هو لأن قطع الأشجار بطرق غير شرعية هو أصل المشكلة ومنه نفسه الحل أيها الجمهور، وهو كذلك المجال الوحيد الذي يستطيع البشر أن يتدخل فيه أيها الجمهور. ثانيا، الأشجار تتميز بمميزات خاصة التي تمنع حدوث الفيضانات أيها الجمهور الكريم. فيبدو أن موقفنا من حزب الحكومة واضح أيها الجمهور. فننتقل مباشرة إلى التعريفات حول هذا المشروع المقدم أيها الجمهور من ناحية اللغوية. أولا، في كلمة قطع أي إزالة، ثم في كلمة الأشجار أي جمع شجرة بطرق أي بوسائل غير شرعية أي غير قانونية في ماليزيا في هذه الدولة، وسبب رئيس أي علة رئيسية ولحدوث الفيضانات أي لوقوع زيادة معدل الأمطار أيها الجمهور. وننتقل مباشرة إلى التعريفات الاصطلاحية حول مشروعنا اليوم أيها الجمهور الكريم. في عبارة قطع الأشجار، نحن من حكومة نعتبر هذه عبارة وفقا بقانون تحت مادة 172 وفصل 2A أن قطع الأشجار يدخل فيه قطع الأشجار أولا، ثم نقلة الأشجار، وكذلك تالفة الأشجار، أخيرا تدمير الأشجار أيها الجمهور الكريم. ثم في عبارة غير شرعية أيها الجمهور، قبل أن أنتقل إلى هذه العبارة، أريد أن أؤكد أننا اليوم لا نريد أيها الجمهور أن نتكلم عن قطع الأشجار بطرق شرعية أيها الجمهور. لماذا؟ لأننا نرى أن هناك الفرق بين طرق شرعية وكذلك بين طرق غير شرعية أيها الجمهور الكريم. حينما نتكلم عن القطع بطرق شرعية أيها الجمهور الكريم، نقصد أن القطع لا يتم إلا بمراعاة بعض الأشياء. أولا، دراسة عميقة حول الظروف الطبيعية في الغابات. ثانيا، الفصل عن الرخص الشرعية للشركات الأهلية. ثالثا، الحصة النسبية الموافقة بين الحكومة وكذلك بين الشركات. والرابعا، غرس الأشجار البديلة أيها الجمهور. فهذا وفقا بما وجدنا من منظمة حماية الغابة الماليزية أو بإذن رئيس برلمان جبتان برهوتانان سبناجو ماليزيا تحت قانونها في سنة 1993 أيها الجمهور الكريم. فإذا ماذا نقصد بغير شرعية اليوم؟ أي جميع الضوابط، هذه الضوابط التي قد بينت آنفا، خالف البشر هذه الضوابط كلها أيها الجمهور، مما يجعله غير شرعية. ما عندنا من حزب الحكومة أي مشكلة بقتل الأشجار بذاته أيها الجمهور الكريم، ولكن حينما نتحدث عن قتل الأشجار بطرق غير شرعية التي يخالف الأشخاص القوانين التي قد سنتها الحكومة، فهذا هو المشكلة أيها الجمهور الكريم. لأن حينما قام الأشخاص بقتل الأشجار بطرق غير شرعية سوف لا يفعلون ذلك جهرا طبعا أيها الجمهور، بل سريا. ولأجل ذلك لا نستطيع أن نقبل ولذلك نقترح هذا المشروع أيها الجمهور الكريم. ثم في كلمة في ماليزيا أي الواقعة في ماليزيا، والسبب الرئيس أيها الجمهور
لا ننكر أن هناك أسباب أخرى التي يساهم إلى حدوث فيضانات، ولكن نعتقد أن هو السبب الرئيس لحدوث هذه الفيضانات أيها الجمهور. كيف يكون ذلك؟ وقبل ذلك تفضل أيها الجمهور الكريم، إنما قامت هذه الحكومة بأن هذه قطع الأشجار بطرق غير شرعية سبب رئيسي، ولكن أيها الجمهور الكريم هذه الحكومة تنفي لنا هناك أسباب الرئيسية الثلاثة التي تسبب إلى حدوث الفيضانات، أليس كذلك أيها الجمهور الكريم؟ حقيقة أيها الجمهور هذه المعارضة لم تكن واعية، فقط نعتقد أن قطع الأشجار بطرق غير شرعية فقط هو السبب الرئيسي أيها الجمهور وليس فكيف يكون قطع الأشجار بطرق شرعية هو السبب الرئيسي أيها الجمهور؟ كما قد بينا في العناصر الثلاثة التي قد بينا آلفا أن مجرد عنصر واحد أيها المعارضة، عنصر واحد التي نستطيع أن نتحكم عليه أيها الجمهور، ولذلك يقول أن إنها سبب رئيسي أيها الجمهور. ولماذا؟ لأن الآن البشر عندهم ثلاث طرق لحل هذه المشكلة لمنع الفيضانات، ولكن فقط طريق واحد الذي يستطيع أن يتحكم عليه، ولذلك هو السبب الرئيس، لأنه فقط السبب الرئيس والطريق الوحيد أيها الجمهور الكريم. فهذا واضح. وفي عبارة حدوث الفيضانات أي الأشجار تتميز بمميزات البيولوجية الفعالة لمنع حدوث الفيضانات أيها الجمهور الكريم. بمعنى ماذا؟ بمعنى المياه التي سوف تمر بجريان المياه وأخيرا حدث فيها الامتصاص أي بالإنبلزمان absorption وكذلك التبخر، والتبخر لا نستطيع أن نتحكم عليه، ولكن الامتصاص أي بعد قطع هذه الأشجار لا تستطيع الأشجار أن تقوم بالامتصاص فحدثت الفيضانات أيها الجمهور الكريم. وفي كلمة الفيضانات نفتح في هذه الكلمة أي الفيضانات الكبيرة أو الصغيرة أيها الجمهور الكريم. فبهذا قد انتهينا من سرد التعريفات، ننتقل مباشرة إلى حجتنا الأولى ألا وهي قطع الأشجار بطرق غير شرعية يخالف القوانين الهادفة لمنع الفيضانات. أيها الجمهور الكريم، كما أنه لم نعلم معلوم أن الحكومة قد سنت القوانين الكثيرة المتعلقة بمحافظة الأشجار وكذلك بمحافظة الغابة. فهناك قوانين كثيرة، أولا أيها الجمهور وفق ما وجدنا من موسوعات القوانين إدارة القرى وكذلك المدن تحت قانون، أولا في فصل 5A هناك قانون بمحافظة الأشجار، وكذلك ثانيا هناك قانون في قطع الأشجار إلى حد فقط إلى حد دائرتها 0.8% أيها الجمهور، وكذلك هناك فصل القانون يقول إن الأشجار بعد أن تقطع يجب علينا أن ننظف بقاياها أيها الجمهور الكريم، وهذا واضح. ولكن ماذا حدث في كلانتان في السنة الماضية أيها الجمهور؟ هؤلاء يخالف هذه القوانين أيها الجمهور، بعد أن يقطعوا الأشجار فهناك بقايا من الأشجار التي تسد سيول المياه فهذا تسبب الفيضانات أيها الجمهور، فهذا واضح. وبذلك فبناء على ما قد قدمنا من الحجج والبراهين فعل هذه المعارضة أن تبين لنا أن القطع الأشجار بطرق غير شرعية ليس أصل المشكلة في حدوث الفيضانات. ثانيا على هذه الحقوق على هذه المعارضة أن تبين لنا أن الأشجار ليست هناك مميزات التي تجعلها عاملا لمنع الفيضانات أيها الجمهور الكريم. فبناء على ما قد قدمنا من الحجج والبراهين مطالب البرلمان قبول هذا المشروع قبولا تاما. شكرا على حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.